السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على قناة سعد فور يو. كان هدي الخوية عثمان خواتاتي البنات والزوجة ديالي واللي هما من عشاق عالم البحار والطبيعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألوغ اليوم قلب قرية مسوان غادي نقدم لكم واحد الفيديو اللي كان خاصني نقدمها هادي صراحة هادي عامين، يعني في بداية ديال 2020 فاش كنت مشيت لشبونة. اليوم غادي نتكلموا على الأكواريوم ديال لشبون أولا لوسياناريوم، ولكن قبل ما نخوض في الموضوع هذه أول مرة غادي نطلب منكم واحد الطلب. فكنطلب من أصدقائي وكل من يعرف سعد أنه فاش يبغي يتفرج في هذا الفيديو منين يبدا يدوس كما كيقولوا ديال السينما ولا يكليكي على جيم ويخلي لي ان كومونتير. إلا ما عجبكش الفيديو خلي كومونتير قول لي راه ما عجبكش، وإلا عجبك الفيديو خلي لي شي حاجة اللي غادي تشجعني باش نزيد لقدام. باسكو اليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج الدعم ديالكم باش نزيد من مرحلة لمرحلة. دوزت وقت كبير وأنا وراء الظل، ودابا كنظن أن المحتوى ديالي كيستحق أن يشوفوه بزاف ديال الناس من مختلف مناطق العالم، وهذا الشيء ما يمكن ليش نوصلو إلا بفضل الدعم ديالكم. السلام عليكم. حنا جينا للأكواريوم في أناريوم اللي هو كيتعتبر من بين أحسن أكشن ما بين أحسن ثلاثة ديال لي زاكواريوم العالم، وتختار ميرانو وتكرارا أحسن أكواريوم أوروبا. ما عرفنا شنو غادي نلقاو لداخل، أنا بحالي بحالكم غادي ندخلو وغادي نكتشفو. يلا على بركة الله نبداو جولتنا في المتحف المائي لمدينة لشبونة، واللي تشيد سنة 1998 في رواق المحيطات حديقة الأمم بمناسبة المعرض العالمي إكسبو لشبونة. هذا الكف يخلينا نسمع الأصوات ديال كل حيوان وشكل. تصميم هذا الأكواريوم تم بعناية فائقة من طرف المهندس بيتر كيرمايف، واللي صمم أيضا الأكواريوم ديال جنوا سيدني بالتيمور وأوساكا. وصدقوني إذا قلت لكم أن غير الدخلة ديالو كتعبر ماشي غير على الجمال ديال هذه التحفة المعمارية، ولكن أيضا الجمال ديال مدينة لشبونة الرائعة واللي غنتكلم لكم عليها في قادم الأيام إن شاء الله. كيف ما سبق لي وذكرت فهو أكبر أكواريوم في أوروبا وثالث أكبر حوض مائي في العالم، أنشئ لتعزيز أهمية المحيط وتعريف الجمهور حول واجب حماية التراث الطبيعي من خلال تغيير عاداتهم اليومية. الإكسبو 98 كان غير ذريعة لإنشاء هذا لوسياناريوم، وذلك من أجل تذكير العالم بخطر ارتفاع مستوى البحر، تزايد التلوث البيئي وانقراض العديد من أنواع المخلوقات البحرية. ومن هنا جاء شعار هذا المعرض الدولي كلنا من أجل حماية محيطاتنا. هذا المبنى مكون من جوج ديال الأجزاء، مكان بيع التذاكر ومتجر بيع الهدايا مشيدين على الأرض، والأكواريوم واللي مصمم من طابقين، وهذا تشييد مباشرة على نهر التاج، بلا ما نساو فضاء من أجل الأطفال، وهذا الشيء اللي كيجعل من هذا لوسياناريوم قبلة للصغار قبل الكبار. خلال الجولة يمكن مشاهدة أكثر من 450 نوع من الحياة البحرية وأكثر من 16 ألف مخلوق، ولكن وهذا هو الشيء الأكثر إثارة، خمسة أنظمة بيئية مختلفة تعكس الحياة السائدة في المحيطات الموجودة على كوكب الأرض.
الأكواريوم الرئيسي هو أهم مشهد يثير الزوار. شكله دائري ويعطي العديد من الزوايا من أجل المشاهدة، ويضم العديد من أنواع الأسماك النادرة والمثيرة. كذلك هناك جناح القطب الجنوبي، جناح المحيط الهندي، جناح المحيط الأطلسي، وأخيرا جناح المحيط الهادي. وهكا لا يسعني الا ان اشكركم على حسن المتابعه، وما تنساوش دوروا مع الجيد. فوالا كانت الرحله ديالنا للسيناريو ديال ليشبونه. المده ديال الرحله كانت تقريبا شي ساعه. واحد العالم خاص بالمئات ديال الانواع ديال الاسماك والمخلوقات اللي كتعيش في البحر. هو صراحه زوين، ولكن انا هذا ثاني اكواريوم اللي دخلت له. كنت دخلت ديال فالنسيا، وفالنسيا الى بلو فابي يعني بزاف ما يتشاف يعني بارابول لهذا. صراحه انا كنفضل ديال فالون. الثمن ديال الرحله 19 اورو 19 اورو. الا كان كيهمكم هذا الشيء اللي غادي تشوفوا هنايا، هذا لو سيناريو ديال اللي يشبونا راه هو اللي كتقلبوا عليه. مي سينو حاولوا تشوفوا ديال فالنسيا يعني ينزل ان شاء الله، راه فيه ما يتشاف. يلا بسلامه. الاغيوم ديال ليشبونه انا عجبني بزاف، ولكن نتوما شنو بان لكم؟